السلام يا السلام عليكم ورحمة الله المعذرة اشكالات تقنية فطمنونا على الصوت والصورة لو تكرمتم عشان تمشي الامور تمام. طيب اذا نبدا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الامين. وعلى اله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا وأن يرزقنا صدق النية وصلاح العمل ونسأله سبحانه أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه اللهم آمين طيب نفوت في الموضوع مباشرة إن شاء الله اليوم بدنا نتكلم عن الضغوطات الضغوطات النفسية وكيفية التعامل معها ابتداء أعرفكم بنفسي أنا آدم آدم الصقور طبيب مقيم اتخصص في مجال الصحه النفسيه في سنة الاخيره في مستشفى الملك المؤسس و كدراسات عليا ايضا في مجال الصحه النفسيه في جامعه العلوم والتكنولوجيا. اهتمامي بشكل اساسي في موضوع العلاج النفسي ما نسميه هو علاج المشكلات النفسيه ولكن ليس فقط في الادويه وانما بشكل شامل. نتكلم عن العلاج بالكلام، علاج الافكار وهكذا. انا تلميذ مدرسه فقه النفس فقه النفس هي مدرسة تنظر إلى النفس من, من من بفهم إسلامي. اليوم بدنا نتكلم عن الضغوطات النفسية. نتكلم عن علامات هذه الضغوطات النفسية، كيفية التعامل معها، كيف أكون مناعة نفسية لمواجهة هذه الضغوطات النفسية، هل هناك علاجات يمكن أن أطلبها أساعد نفسي أو يساعدني غيري فيها كيف ممكن أن أساعد غيري مع هذه الضغوطات أولا دعونا نعرف مع بعضنا البعض ما هو الضغط يعني إيش يعني ضغط نفسي عندما أقول أنا مضغوط نفسيا ما معنى هذا هل معنى هذا أنه أنا مكتئب أنا قلق إيش, إيش معنى هذا فأول نقطة لازم نعرفها أنه ليس هناك تشخيص في الطب النفسي اسمه الضغط النفسي أنا مضغوط. لا. وإنما الضغط النفسي قد يكون نتيجة للمشكلات النفسية، الأمراض النفسية، الاضطرابات النفسية، وقد يكون أحياناً سبب للوصول إلى الاضطرابات النفسية، قلق، اكتئاب وغيره. ولكن قد يكون فعلاً عرض من أعراض الاكتئاب أو عرض من أعراض القلق وهكذا، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله. ولكن بشكل عام، معنى الضغط النفسي معناه إنه أنا باختصار أنا مضغوط. لما الواحد يحكي إنه أنا مضغوط نفسياً، يعني أنا مش قادر. وهذا الشعور اللي نشعر فيه كثيرا عندما يكون لدينا الكثير من الامور التي على عاتقنا، اما امور حقيقيه واقعيه لا نعرف كيف نتعامل معها، او حتى ممكن امور نفكر فيها حتى. هذا يدخل في الضغط النفسي. تجعلنا نشعر باننا مضغوطون. لعلنا عندما نتكلم عن العلامات، الامر يكون اكثر تفصيل. طيب مسألة مهمة علينا أن ندركها أنه لدينا كل الحق بشكل أو بآخر أن نكون أن نعيش في نوع من الضغط هناك أسباب كثيرة جدا وسنتكلم عن شيء منها بالتفصيل عندما نتكلم عن الضغط النفسي ما الذي يجعل الإنسان يشعر بهذا الضغط بالتوتر ما هو سؤال هذا سؤال, سؤال سهل للجواب لأن العالم مليء بالأمور التي تجعلنا نشعر بالضغط سواء كواجبات عليك انت نفسيا الوضع الشخصي وضعك انت سواء الاكاديمي الصحي المشاكل التي نجدها في العالم المشاكل اللي نجدها في حتى خلينا نحكي المنطقه التي نحن فيها من العالم المشاكل التي تكون في البلد التي نحن فيها المشاكل التي نستشعرها في من حولنا كل هذه ضغوط كل هذه ضغوط وكما قالوا ليس العجب في من هلك كيف هلك ولكن العجب في من نجا كيف نجا ولذلك مفهوم جداً لماذا يشعر الناس بنوع من الضغط توتر بل حتى يصلون إلى الاكتئاب لماذا يصل كثير من الناس إلى درجة الإدمان على أي مادة هذا كله مفهوم ولكن الصعب حقيقة للسير عليه هو كيف نخرج من هذا والمبشر أن هناك طرق للخروج من هذا إن شاء الله نتكلم عنها فلما نتكلم عن الضغط نتكلم عن أعراضه سنتكلم بعد ذلك عن كيفية التعامل مع الضغوط النفسية وسيكون إن شاء الله في فتح باب الأسئلة للكلام عن الضغوط النفسية المحددة التي تريدون أنتم أن نتكلم عنها لكن أنا سأتكلم بشكل عام بأمثلة متفرقة وإن شاء الله نوصل لموضوع كيفية التعامل مع الضغوط النفسية ولكن لا يكفي مجرد التعامل مع الضغوط النفسية لأن الهدف من التعامل مع الضغوط النفسية مع التوتر مع ما نحن فيه ليس إزالة هذه الضغوط إزالة أسبابها وخلص أن أصبح بعيد عن أسباب الضغط النفسي أو بعيد عن المشكلات أو بعيد عن ما يوترني لا الهدف أعمق وأعلى وأفضل من هيك الهدف هو أن أواجه هذه المعيقات أن أتعامل مع هذا الضغط فنفهمها مع بعض كالتالي هو اللي هو اللي بيحصل أنه أنا بدل أن يكون الهدف عندي هو التخلص من الضغوطات، التخلص مما يقلقني، التخلص مما يخيفني؟ لا، يكون الهدف هو تكوين القوة والمناعة للتعامل مع هذه الضغوطات، فبدل أن تخرج من القلق، من التوتر، من الضغط، مهما يكن، من المشكلات، أن تخرج منها ضعيفاً هارباً؟ لا، أنت تخرج منها قوياً قادر على التعامل مع هذا الضغط وعما يأتي تبعاً له إذا أتى في ما هو قادم أنت تتحصل مهارات وتعرفون الكلمة المشهورة what does it kill you makes you stronger الذي لا يقتلك يجعلك أقوى هذه الجملة ليست صحيحة بمطلقها كثير من الضغوطات صحيح أنها لا تقتلنا لكنها تقتل فينا أشياء ولذلك هذه الكلمة اللي هي ما لا يقتلك يجعلك أقوى ليست صحيحة بالإطلاق ولكن صحيحة إذا تعاملنا معها بشكل مناسب يعني كفكرة المناعة التي يتحصل الإنسان، ليس كل شيء تتعرض له في حياتك يجعل عندك مناعة. إذا جد، إذا تعامل جسمك مع هذا مع هذا الشيء القادم مع هذه المادة القادمة مع هذا الفيروس مع هذه البكتيريا بطريقة جيدة، إذا فعلا سيتكون لديك نوع من المناعة. لكن إذا لم يتعامل معه بالطريقة المناسبة حتى لو لم يقتلك سيكو، سيؤثر هذا على صحتك. نفس الشيء بالنسبة للصحة بين قوسين النفسية. إنه حتى هذه الضغوطات التي تحصل تحصل معك كثير من خطاب التنمية البشرية وهاي السواليف اللي اللي نوعا ما فيها فيها خداع للناس وتشجيع لهم على على الفاضي. بيقول لهم اه انت المصايب حلوة تمام حلوة من أين كيف أتعامل معها؟ لا بس هيك إنها حلوة يعني. و ويخدع الناس إنه لا الأمور كويسة والأمور راح تمشي، ماشي الأمور راح تمشي والأمور إن شاء الله كويسة لكن تحتاج أن تعرف كيف تتعامل معها لتخرج من هذه الصعوبة، لتخرج من هذا الضغط، لتخرج من هذه المشكلة بنتيجة حقيقية، نتيجة إيجابية. مهارة حقيقية ففعليا الذي نسعى له في الخروج من الضغط النفسي ليس فقط هو الخروج من الضغط النفسي لتخرج سالما ليس عليك شيء لا وإن وإنما الذي نريده هو الخروج من الضغط النفسي إلى القوة النفسية إلى المنع النفسية مرة ثانية لا نريد الخروج من القوة من, من الضغط النفسي إلى الصفر إلى أنه ما عندي ضغط نفسي ما عندي مشكلة نفسية ما عندي قلق لا إنما نريد أن نخرج إلى القوة النفسية والمنع النفسية لانه بالمناسبه ما في ما في خيار الصفر اصلا هذا اما ان تخرج الى اما ان تهرب وتخرج الى ضعف ضغط اكثر واما ان تخرج الى المناعه النفسيه فهذا ما سنسير عليه ان شاء الله وهذا ما سنتكلم عنه هناك مساله مهمه احب ان اعالجها من البدايه واطلب منكم بالمناسبه من كان لديه سؤال استفسار اي حاجه في اي حته فليجعلها الى اخر الكلام لعلنا لعلنا عندما نفتح باب الأسئلة لكي أتبع مع الأسئلة بترتيبها لعلك, انت لعلك تريد أن تسأل سؤال مثلا هو أصلا أنا أجبت شيء قد أجيب شيء منه خلال كلامي فل فلندع الأسئلة إلى النهاية سجل, سجل سؤالك على, على ورقة جانبية أو اجعله في التعليق لكن لا, لا ترسله إلا أن ترى ماذا سيحصل. طيب. مسألة أخرى أحب أن أعالجها في البداية. وهي التالي. الأعراض الضغط النفسي له علاقة كبيرة جدا بالأمراض النفسية. تمام؟ اللي بنسميها القلق، الاكتئاب، الوسواس القهري، اضطراب ما بعد الصدمه، كل هذه الامور لها علاقه. لكن ليس بالضروره كل انسان يعاني من شيء من الضغط النفسي معناه عنده عنده نوع من هذه الاضطرابات، وليس كل انسان عنده نوع من هذه الاضطرابات بالضروره ان يكون لديه ضغط نفسي، لكن بينهما علاقه، وهذا ما سنتكلم عنه ان شاء الله في نهايه كلامنا، لانه يعني ممكن بينهم علاقه كبيره لا ننساها. ولا ينفي يعني لا يمنع انه أن تأخذ بهذه النصائح اللي اليوم نتكلم عنها عن الضغط النفسي أنه تحتاج ممكن استشارة طبيب استشارة مختص إذا بده شخص إذا إذا كان عندك تشخيص اكتئاب ولا قلق ولا شيء من هذا خلينا نمشي طيب ما هي العلامات علامات الضغط النفسي كيف أعرف أنه أنا فعلا مضغوط أحيانا يكون هذا ظاهر يعني أنه أنا مضغوط نفسيا يكون أنا مضغوط نفسيا لكن أحيانا قد يكون هذا الضغط غير ظاهر أو تكون أنت تعبر عنه بطرق مختلفة ولكن لا لا تدرك حقيقة أن لديك فعلا ضغط نفسي فما هي العلامات؟ العلامات تدور بين عدة عدة أشكال منها ما هي على شكل شعور أنت تشعر بها منها ما يكون على شكل أعراض جسدية منها ما يكون على شكل حتى سلوك فمن الأعراض الشعورية شيء أنت تشعر به أنك تشعر أنك متوتر أحيانا بتكون عدواني عصبي ما بتتحمل واصلي معك لهون أحيانا بتكون حس حالك فعلا تحترق فحس حالك تستهلك تستنزف هذا من الشعور بالضغط من المشاعر التي تأتي الإنسان وهو في حالة ضغط فعليا أنه بيشعر أنا أحب أن أشبهها بهذا الشكل بيشعر أنه وكأنه في غرفة هذه الغرفة فيها كرة مطاط هذه كرة المطاط تتحرك بشكل سريع هذه أفكاره كرات مطاط تتحرك في غرفة أنت لا تستطيع أن تمسك شيء منها أفكار وراء أفكار ولكنه لا يمسك فكرة كاملة إلى آخرها لا يعالج ولا فكرة إنما هي أفكار وراء أفكار وراء أفكار وراء أفكار إلى إلى لا شيء إلى لا عمل قد يصل الإنسان إلى مرحلة إنه لا يستمتع لا يستمتع بالأمور التي التي كان يستمتع بها سابقا يشعر بأنه حزين أحيانا يشعر إنه هاي الحياة هاي الحياة كلها ضغط ايش الفائدة منها؟ أحيانا قد يصل الإنسان حتى إنه إنه بسبب الضغوطات هذه وكأنه ذهنه يهرب إلى الانشغال بشيء معين، يصبح ينشغل به مثلا بصحته، الجانب الصحي، الأمراض وما الأمراض وهي الأمور، أو الجانب الدراسة فانشغل به انشغال زائد وكأني بهرب من هذه الضغوطات، ثم إلى اللا عمل، بدون عمل ولا شيء. ضغوطات نفسية في كثير من الأحيان وبسبب السلوكيات التي تنتج بسبب الضغط يشعر الإنسان أنه وحيد وحيد أنا وحيد في الضغط وقد وقد يعجب الإنسان وهو في حالة الضغط ببعض الصور والتعبيرات أو حتى ببعض القصائد التي تصف تلك الحالة اللي فيها وكأني غارق في أعماق بحر وكأني سقطت في بئر ولا أستطيع الخروج منه وكأني في في كهف معتم أبحث عن نور، كثير من هذه التعبيرات التي يجد الإنسان نفسه مضغوط وهو في تلك الحالة مش قادر يطلع من السلوكيات التي تنتج عن الضغط النفسي أنه هي هي جزء منها يعني ستجدون أنها عدم سلوكيات يعني مش بس سلوكيات مشكلة في السلوكيات أنه الإنسان يجد نفسه يستصعب اتخاذ أي قرار يستصعب اتخاذ اي قرار يعني عندما يريد ان يتخذ قرار في الموضوع عنده مشكل لانه الافكار تتطاير كما قلنا يجد نفسه بسبب قلقه المستمر هو ينتقل من شيء الى شيء من مشروع لمشروع من عمل الى عمل ثم ثم لا شيء فتجد مثلا عنده على المكتب كتاب كذا سلايد كذا ورقه مكتوب عليها شيء من هون فاتح كتاب من هون طابع المحاضره حطه هون هكذا يجد الانسان نفسه يتجنب كثير من المواقف سواء كانت مواقف مخيفه بالنسبه له او ضاغطه بالنسبه له او على الاقل او حتى حتى المواقف التي تذكره بانه عليه ضغط معين. فعندي مشكله مع الجامعه، عندي مشكله مع اسرتي، عندي مشكله مع اصحابي وهكذا. قد يجد الانسان نفسه حتى يتجنب المواقف اللي فيها نوع من المتعه، لكن لانه يشعر انه لن يستمتع بهذا، هو مضغوط، عنده اشياء كثير. ثم هو يجلس في البيت لا يفعل شيء لا فعل شيء فيه إنجاز ولا فعل شيء فيه ترويح أحيانًا يجد الإنسان من نفسه أحيانا بعض التصرفات بتكون حتى بينه وبين نفسه أحيانًا يجد الإنسان نفسه بينتف شعره يجد من نفسه أنه بي بي بينتف جلده نوعا ما مش قادر يركز أحيانا يجد الإنسان نفسه بيفش غله بالأكل من سميها بيأكل بشكل بشراهة بشكل غير بشكل غير واعي فقط بفشغله بالاكل، واحيانا طبعا بيكون بالعكس فقدان شهيه للاكل. بعض الناس بيهرب من من هذا الشعور بالضغط الى الدخان، الى الشرب، الى المخدرات، الى الى امور سيئه، لكن فقط ليغرق فيها بعيدا عن هذا الضغط. بعض الناس بسبب الضغط يشعر من نفسه انه لا يستطيع الهدوء، لا يستطيع ان يجلس مكانه. يتحرك لا يستطيع، لا يعرف وهكذا. يصل الانسان الى درجة أنه مشاكل في النوم أنا مش عارف أنام لأنه إذا رحت أنام سأفكر كثيرا بالضغوط التي علي والحل الأمثل أني أهلك نفسي إلى أن أروح أنام وأنا طافي تماما لأنه إذا بروح على النوم وأنا في شيء من اليقظة سأفكر لا أريد أن أفكر بظل بحضر يوتيوب يوتيوب على ما أطفي طبعا الضغوطات قد قد تظهر على شكل على شكل انفعالات مثل البكاء المستمر الغضب الغير المبرر وهكذا طيب هل هذا يؤثر على الجسد؟ طبعا فارتباط الروح بالجسد هذا شيء ثابت مفهوم معروف ففكرة أنه مجرد مجرد انك في حاله قلق في حاله توتر في حاله ضغط هذا يجعل جسدك ينفعل بطريقه وانت لا تشعر احيانا فقد يشعر الانسان انه بيبلع هوا احنا بنسميها بيبلع هوا يتنفس بطريقه غير مناسبه مش مرتاح مش مرتاح حتى نفسه غير مرتاح قد يكون احيانا تحصل مع الناس حتى يعني هذه التنفس السريع قد يصل الى بعض الناس عنده نوبات هلع تحصل نوبات هلع بعيدا حتى عن اضطراب الهلع لكن هي حاله مفاجئه من ضربات القلب السريعه وكاني وكاني خايف من شيء لا اعرف ما هو او خايف انه يصير معي شيء خطير جدا قد يكون الموت ممكن يكون مع وجع في الصدر نغزة شعور بغصة بالحلق هذه الأمور تحصل في كثير من الأحيان مرة أخرى كل هذه الأعراض التي أذكرها ليست بالضرورة أن تحصل كلها إنما تحصل بدرجات وب يعني بدرجات مختلفة عند الناس بعض الناس قد يكون عنده سنتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة عشرة كلهم وهكذا بعض الناس في حالة الضغط قد يشعر أنه حتى جسده مش مرتاح شاد على نفسه حتى لما يتمدد بحس حاله شاد على جسمه احيانا بيستيقظ وهو الم في 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 راسه الم في في فكيه لانه شاد عليهم طيب طبعا كما قلنا هناك مشاكل في النوم و قد يصل الامور الى حتى الام خاصه الالام احنا بنسميها الالام غير المحدده او الآلم ال المشهوره مثل الصداع الم في البطن الم في الظهر هذه كثيره سبحان الله طيب وهذا يؤثر يعني انا اذا اردت ان اخوض في اثر الضغط على العلامات الجس على الجسد فهي كثيره قد يدخل فيها حتى شعور بالغثيان واللعيان احيانا حتى الاستفراغ شعور بالدوخه الدوران احيانا حتى مشاكل بالجهاز الهضمي قد يكون على شكل اسهال متكرر او العكس امساك وبعض الناس بيفوتوا بيتشخص قولون عصبي و... طيب إذا قلنا أن هذه علامات علامات الضغط النفسي، علامات الضغط النفسي اللي اللي يبدو أنها كثيرة ويبدو أنها مبهمة نوعا ما ومتنوعة وأشكال منها أشكال أشياء على شكل شعور، شعور بالقلق، شعور بالخوف، شعور بالعصبية، شعور بالنرفزة، شعور بي بي بالفراغ، شعور بي, 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 بي وأفكار متكررة، شعور بي بي بأنك فعلا واصل معك لهون، يعني ممتلئ لا لا تستوعب اي شيء مع انك ممكن على ارض الواقع فارغ، لا عندك ليس عندك شيء، ليس عندك شيء عملي تقوم به ولكن ولكن انت ممتلئ ممتلئ ذهنيا. ويؤثر هذا على سلوكك انك ممكن تعصب، ممكن تفعل اشياء، ممكن تبتعد عن الاشياء الحسنه، ممكن تترك الاعمال وهكذا. وقلنا هذا حتى يؤثر على الجسد، يصل الى احيانا ارتفاع ضغط الدم وهكذا. فالضغط ليس ليس شيئا سهلا، ومن هذه الاعراض التي تكلمنا فيها هي اعراض اكتئاب عرض قلق احيانا تصل بالانسان الى انه فعلا بده يتابع وياخذ دواء او يتعالج بطريقه العلاج المعرفي السلوكي او بحسبه، لكن ما اريد ان اقوله الى الان انه الضغط انه انه بشكل او باخر عندنا حق نكون مضغوطين لانه في عوامل كثيره تضغطنا. عوامل عوامل كثيره جدا. المتعلقة بالمستوى الشخصي المستوى الدراسي الاقتصادي أهلي المشاكل في عند الأهل المشاكل في المجتمع المشاكل في البلد مشاكل في العالم الخوف من المستقبل المستقبل غير الواضح انشغالات في أشياء معينة أهداف لا أستطيع الوصول إليها وضع الديني صلاتي الصحبة أشياء مشاكل في بيني وبين صحبتي أشياء كثيرة كلها تضغط وما قد يضغطك ما قد يكون ما قد يشكل ضغط بالنسبة لك قد يشكل قد لا يشكل ضغط بالنسبه لشخص اخر، وما لا تعتبره انت ضغط ولا ولا تعتبره مشكله ابدا عن شخص اخر قد يكون هو المشكله الاساسيه، ف فنحن نستوعب هذا ولذلك سنتعامل مع الامر بشكله الواسع. طيب، ما هي الامور التي تسبب الضغط؟ هناك عده عوامل تسبب الضغط النفسي، سنتكلم عن الاطار العام لما يسبب الضغط، ثم سنتكلم كيف يكون هذا العامل مسببا للضغط. وليش عند بعض الناس بعض الامور هي ليست لا تشكل ضغط. او حتى لو شكلت ضغط يستطيع التعامل معها بشكل مناسب. فمثلا هو عندما مثلا من الامور التي تسبب ضغط انه يكون عندك فعلا كثير من الامور المطلوبه منك. مطلوب منك كذا في الدراسه، مثلا كذا في الاشياء الماديه، كذا في الواجبات الاجتماعيه، كذا في العلاقات الشخصيه، مطلوب منك كثير من الامور وانت محاط بها كثير هذا ضغط. أحيانا لا تكون الأمور كثيرة لكن تكون أشياء صعبة كبيرة فهذا أيضا من الضغوط شيء كبير تشعر أنه أكثر منك أكبر منك أقوى منك شيء لا تستطيع الوصول إليه لا تستطيع عمله كان يكون عندك مثلا دراسة مش قادر تدرسها مش قادر ما راح تقدر تلحقها وهكذا أحيانا يكون الضغط بسبب انشغال بشيء مستقبلي خوف من مجهول انت لا تعرف ما نتيجته مش عارف شو بده يصير في موضوع الزواج مش عارف شو بده يصير في موضوع اهلي والديون الموجوده عليهم مش عارف شو بده يصير في موضوع دراستي طب انا مش عارف شو اعمل احنا بنسميه الورينج الانشغال بما هو قادم من الامور التي تجعل الانسان ايضا ينضغط هو شعور انه انه فعليا ليس له تحكم بما يحصل، يعني في امور تحصل له احنا بنسميه بين قوسين القهر. هو في امور هو هي تحصل قهرا غصبا عنه، مش قادر يعمل معها شيء، مثلا شيء يحصل مع الاهل، مشاكل بين الاهل، انا مش عارف اسوي فيها شيء، مشاكل بين امي وابوي، مش عارف شو اسوي، ليس لي يد فيها ولا استطيع عمل شيء. مشاكل في المحيط، احيانا حتى مشاكل جسديه، مرض، مشكله. مش عارف ايش اعمل، ففكره انه يكون عندك شيء لا تستطيع التعامل معه، لا تستطيع السيطره عليه، لا تستطيع ضبطه هذا ضاغط من الأمور كما قلنا ممكن تكون أمور كثيرة ممكن تكون أمور كبيرة فعلا صعبة ممكن تكون ممكن تكون أمور ليست إنها كبيرة ولا كثيرة لكن أنت فعلا بالنسبة لك تعتبرها شيء ثقيل عليك هذا برضو يضغط حتى لو كان شيء يعني نسبيا تعتبره يعني بالنسبة لك تعتبره ثقيل عليك لكن هو شيء بسيط فهذا أيضا من الضغط من ال... من الاشياء اللي اللي فعلا تشكل نوع من الضغط احنا بنسميه المجهول خلينا نسميه بسموه الانسرتينتي اللي هو اني يعني اكون مش متاكد شو شو راح يجي مش عارف شو ما هو المستقبل ما هو قادم انشغل بما هو قادم عندي مش عارف شو بدي شو, شو بده يصير معي بدراستي شو بده يصير معي بالزواج شو بده يصير مع اهلي شو بده يصير ومن الامور اللي فعليا عكس بشكل أو بآخر عكس كل الماضي تسبب ضغط كبير جدا على الناس وهي أنه يكون ما عندك شيء يعني واحدة من الأشياء اللي تجعل الإنسان فعلا يشعر بضغط أنه يكون فارغ فارغ ليس عنده أهداف ليس عنده طموحات ليس عنده شيء يفعله ليس عنده أنشطة يفعلها ليس عنده شيء يفعله ولا شيء الإنسان لا يستطيع أن يكون هذا شيخ الإسلام يقول الإنسان كائن حساس يتحرك بالإرادة يتحرك بالإرادة وهذا الإنسان عندما يكون هناك مراد يسير لهذا المراد شو ما كان هذا المراد حتى لو كان دنيوي لو كان ديني لو كان المهم هذا الإنسان هيك يتحرك بغض النظر الأمام نحكي عن صح وخطأ لكن هيك الإنسان بيتحرك لما يكون إنسان ليس عنده مراد ليس عنده هدف ليس عنده غاية وفقد حتى بعض المشاعر الأساسية التي تحركه نحو النجاح نحو الأكل نحو الشرب يجد من نفسه فارغ مضغوط يشعر بالفشل طبعا هذا كله قد يسبب الضغط لكن هذا كله موجود عند كثير من الناس لكن ليش لماذا تكون هذه الضغوط عند بعض الناس فعلا ضغط عند بعض الناس لا ما بتكون ضغط فأول شيء بيعنينا هنا إنه اول شيء هذا شيء بيحكوه حتى المع... في العلاج المعرفي السلوكي انه المواقف ليست هي حقيقه ما يصنعنا وليس هو ما يؤثر في مشاعرنا بشكل اساسي ليست المواقف هي ما, يؤش... ما يؤثر في مشاعرنا بشكل اساسي مره ثانيه المواقف ليست هي ما يؤثر في مشاعرنا اذا ما الذي يؤثر في مشاعرنا دع... دعوني اعطيكم هذا المثال الان أنا صاحبي المفروض يجي الساعة ثمانية بيني وبين صاحبي موعد الساعة ثمانية الساعة الثامنة لم يأتي ماذا سيكون شعوري تجاه تجاه الموقف صاحبي ما إجا الساعة صارت ثمانية الجواب حسب الجواب حسب حسب إيش حسب أفكاري تجاه هذا الموقف يعني لو خطرت لي هذه الخاطرة إنه ليش ما إجا هذا ما بيحترمني دائما بيعمل هيك ما بيحترم مواعيده فسيكون شعوري هو الغضب زعلان منه غضبان عليه طب ماذا لو خطرت لي خاطره اخرى وهي انه الله يستر ممكن صار معنا حادث ممكن صار معنا شيء في الطريق وقتها سيكون شعوري شعور الخوف عليه مش غضبان منه انا زعلان عليه خايف عليه طب لو جاءتني فكره ثالثه لو جاءتني فكره اخرى وهي انه ممكن ما اجى لاني انا لا استحق ان اكون صاحب أنا صاحب سيء عشان هيك هو ما إجا وقتها سأشعر بالحزن طب لو أتتني فكرة أخرى أتتني فكرة أنه الحمد لله أنه ما إجا لأنه أنا عندي شغل فكويس أنه ما إجا راح أكون مبسوط فإذا هو نفس الموقف ولكن بالتفسيرات المختلفة اختلف اختلفا في عالي شعوري فلذلك كما قلنا هذه الأشياء التي تسبب الضغط واحد من أهم العوامل بل قد, قد يكون هو العامل الأهم في أن تكون هذه هذه الأمور فعلا ضاغطة هو تفسيري لهذا الموقف تفكيري في هذا الموقف وكثير من اخطاء التفكير التي تحصل عند الناس هي السبب في الضغط النفسي الذي يحصل لديهم مثلا تفكير الابيض والاسود تعظيم الامور والدراما في التفكير كل هذا يؤثر على طريقه التفكير الصحيحه الشخصه وغيرها من المشكلات طيب واحده من الامور ايضا التي تجعلك تنضغط بسبب هذه الضاغطات انك انه ليس لديك المهاره الكافيه، لم تتعود، لم تعتد على هذا هذا الضغط النفسي، لا تستطيع ان تتعامل معه، ليس لديك المهاره الكافيه للتعامل معه. فهذا واضح الحل فيه انك يكون عندك المهاره. واحده من الاشياء التي تؤثر ايضا انه ليس لديك المنعة النفسية للتعامل مع الضغوطات. واحدة من الامور ايضا التي تجعل الانسان فعلا ينضغط من هذه الضاغطات هي أن يكون عندك ان تتكالب عليك الضغوطات مره واحده، يعني عندك ضغط من هون وضغط من هون وضغط من هون فياتي هذا الضغط ضاغطا اكثر. فممكن هذا 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 الضغط او هذه المشكله لو اتت في وقت انت فيه مرتاح نوعا ما ستتعايش مع الامر بشكل جيد، لكن لانه في اكثر من نوع ضغط فهذا فهذا مشكل. واحده من الامور اللي تؤثر وتجعل الانسان عرضه اكثر للضغط فعليا عندما لا يكون لديه خلينا نسمي احنا نسميه سبورت سيستم يعني يعني ليس لديه شبكه اجتماعيه فعلا داعمه، ليس لديه صحبه صالحه، ليس لديه احد ينصحه وهكذا. هذا واحد من العوامل ليس هو العامل الوحيد، لكن واحد واحد من العوامل. طيب شو عندنا انواع للستريس؟ انواع الستريس وانواع ال اذا بدنا نسميه الضغط النفسي كثيره وهي بحسب الضاغط يعني قد يكون اسباب شخصيه اسباب شخصيه ممكن تكون على شكل مرض على شكل اصابه على شكل آه آه يعني خلينا نحكي مشكله في تنظيم نفسي آه هكذا قد يكون حتى شغلك الشخصي آه صحتك قد يكون جسدك قد يكون وزنك شو ما كان قد تكون مشاكل متعلقه بالاهل مشاكل بين الاهل آه أح احيانا حتى مش مشاكل ممكن تغييرات في في طبيعه في طبيعة العلاقات وهكذا قد يكون شيء متعلقة بالعمل أو بالدراسة قد يكون متعلق الأمر بترتيب البيت قد يكون متعلق بالأشياء الاقتصادية هناك أنواع ضغوط كثيرة لكن من المهم هنا أن أعطي هذه الملاحظة أنه ليس كل شيء يسبب الضغط بالضرورة أن يكون هو شيء سلبي أصلا لأنه الإنسان عندما يتزوج هذا يشكل ضغط وفي مقاييس الضغط النفسي هذا يعتبر ضاغط كبير بالمناسبة ليس لانه شيء سلبي ولكن لانه في متطلبات كثيره ولانه في نوع من التغيير فمجرد انك دخلت الجامعه هذا فيه ضغط مجرد مجرد انك تجاوزت مرحله الى مرحله اخرى هذا فيه ضغط فليس كل شيء ضاغط هو بالضروره انه يكون شيء سلبي لا فممكن شيء عادي بسبب لك ضغط ما في مشكله طيب سؤالي الان خلينا ننتقل مباشره للاشياء العمليه ثم بعد ذلك نفتح باب باب الاسئله ان شاء الله اذا كيف أتعامل مع الضغط طيب في عنا أربع أمور أساسية بدنا عنها أولا تحدد المشكلة حدد حدد قدر الإمكان هي الأمور الضاغطة لك ما هي الأمور الضاغطة ما بتكلم هنا عن أسبابها لا لا هي نفسها إيش هي الأسباب اللي فعلا ضغطيتك بس. مشكلة نوع من القلق لديك نوع من التوتر وعليك أن تلاحظ أنها قد يكون لها عدة أشكال فمن هذه الأشياء ممكن يكون شيء شيء عادة ما يأتي بشكل مس... بشكل بشكل دوري يعني أنت عارف أنه بين فترة وفترة خاصة كطالب جامعة أنه بين فترة وفترة عندك امتحانات فهذا شيء ضاغط ولكنه شيء دوري هذا مهم جدا أن تحدد بهذه الصيغة أنه شيء دوري شيء يأتي بتكرار لكي أستعد له في كل مرة لأني يعني بعرف نفسي قد يكون شيء الضغط لا هو شيء مرة واحدة بصير في حياتي وخلص مثل الزواج مثل 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 قد يكون هذا الشيء ضغط لكنه فعلا يعيش معي بشكل أو بآخر مثل مرض معين ماشي معي مرض جسدي وضع اجتماعي مشاكل مع الأهل فأنت ف حدد لكن هي قد تكون قد تكون عند الضغوطات مهم جدا أنك تحدد الضغوطات لأنه أحيانا لما نيجي نحكي عن التعامل مع الناس أنه أحيانا ما راح أقدر أرتاح بدون ما احيانا مش دائما لكن ما راح اقدر ارتاح اذا ما عرفت بالضبط انه بالضبط هذا وهذا 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 كل هاي الامور هي ضاغطتني فانا معي حق اكون مضغوط فما فيش داعي الوم نفسي كثير لاني مضغوط لاني اشعر بهذا الشعور طيب من الاشياء المهمه جدا اني اعملها اني انظم وقتي تنظيم الوقت كثير مهم في التعامل مع الضغوط تنظيم الوقت ليس معناه فقط تنظيم الوقت اللي هو احط جدول لا 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 احنا بنتكلم مثلا بشكل اساسي اولا عن انك قد الامكان تعرف الوقت اللي انت بتنجز فيه عاده ولا تتقمص دور اي احد ثاني انا شخصيا بحب بحب انجز في وقت الفجر في انسان ثاني بحب ينجز بالليل هو حر ما عندي مشكله شوف لك الوقت اللي انت بتنجز فيه قد الامكان واجعل المهمات الاساسيه عندك في ذلك الوقت فمثلا انت في وقت معين هذا احسن وقت انت بتتعامل آم تنجز فيه ممتاز اجعل فيه من اهم الاشياء عندك دراسه ابدا دراسه عندك حفظ قران ابدا هناك بلش واحده من اهم الاشياء اللي بتقدر تعملها انك تحط جداول لكن انا لست من لست من ممن ينصر موضوع الجداول جدول الاعمال هيك تحط لك ترتيب وجدول شهر وشهرين وعشره هذه الجداول في بعض الناس ممتاز فيها ويستطيع العمل فيها ممتاز امشي فيها من يستطيع ترتيب جدول والسير على هذا الجدول وكل واحد فيكم بيعرف من نفسه هذا اللي بيقدر يعمل هيك يمشي هيك. لكن اللي بيجد نفسه مثلي لما احط جدول بمشي عليه يوم يومين وبعدين خلص. بمشي عليه اسبوع اسبوعين بعدين خلص. وبظل الطم بعدين شهرين زمن انه ليش ما مشيت على الجدول؟ فمن كان حالته مثل حالتي فعليه ان يتعامل مع الموضوع كالتالي. انت الجداول هذه أولا عليك أن لا تنظر إليها على إنها إلزام أنت عليك أن تضع في هذه الجداول ما تريده أنت ماذا تريد بناء على أهدافك وطموحاتك بناء على ما تريد حط الجدول وبعدين بس خلص الجدول يا بتكبه بزبالة يا بتخبيه، ابعدوا عن ناظريك، ابعدوا خلاص انت ما راح تمشي عليه. انت فقط ترتيب الجدول ليعينك على ترتيب الامور، انه في عندك دراسه، في عندك صلاه، في عندك قران، في عندك صحبه، في عندك اهل، في عندك صحبه، في عندك في عندك واحد اثنين ثلاث، عندك عندك اشياء. فانت رتبتهم امامك، صار عندك صوره ذهنيه تجاه هذه الامور. طيب ماذا افعل؟ ليش اكب الجدول؟ اترك الجدول واخذ هذه القاعده القرانيه. فاذا فرغت فانصب، شو يعني؟ يعني متى ما وجدت نفسك عندك الان القدره على انك تقوم تفعل اي شيء قوم طب ما مش جاي على بالي اجبر حالك شوي شد حالك شوي قول لحالك بسم الله يلا خليني اسوي لي شيء فيه نوع من الانجاز خليني اعمل لي شغله قوم واعمل اي شغله من هاي الشغلات اللي انت حطيتها في الجدول سابقا اللي انت متذكرها اصلا انت عارفها ما بدها شطاره عندك واحد اثنين قديش عندك اشياء في الحياه عندك واحد اثنين ثلاثه اربعه ابدا ابدا واحد فيهم اي شيء تمام تعبت خلص اترك طيب هسا عندي شوية فراغ بدي أقوم أعمل شيء قوم أعمل أي شيء أي شيء طب ما معي غير نص ساعة طيب نص ساعة شو مالها نص ساعة معي ربع ساعة ربع ساعة أدرس فيها حلو طب بعدين تعبت خلاص أترك طب لما أترك إيش أعمل برضو خذ نفس القاعدة الآن طب عندي فراغ إيش أعمل اعمل أي شيء زي ما حكينا واجعل من هذه الأي شيء اجعل منها جزء للترويح شو يعني أنا الآن عندي فراغ بقدر أعمل شيء مش جاء ادرس خلص طالع من نفسي طب يا ابن الناس عندك دراسه كذا هكذا تقول لنفسك مش قادر خلص مش مشكله طيب تقرا قران طيب بقرا عشر دقائق طيب بقرا عشر دقائق بس اخلص خلص بس لحده شو اسوي؟ مش جاء ادرس ومش جاء بالي اروح اقرا قراءه خارجيه مش جعبة احضر محاضره مش جاء بالي احكي مع حدا خلاص بدي العب على اليوتيوب افوت اليوتيوب اتفرج على فيديوهات انا ما عندي مشكله ما عندي مشكله مع هذا السلوك لكن ان يكون منظم كيف يعني؟ يعني بدل ما أط... بدل ما انظر اليه هذه النظره اللي هو انا فاشل ما مش جاي اسوي شيء يلا افوت على اليوتيوب لا بحكي لنفسي تمام انا مش قادر الان خليني اعطي لنفسي بريك وهذا البريك افوت فيه على اليوتيوب وقتها وانا فايت على اليوتيوب اولا ان شاء الله بفوت على شيء نافع ان شاء الله حتى لو كان في نوع من المتعه لكن يكون نافع اولا ما راح الوم نفسي انه انا بضيع وقت انا ما بضيع وقت انا بعطي نفسي بريك اسمه بريك اسمه اسمه ترويح اسمه شيء حقيقي بعطيه لنفسي حق بعطيه لنفسي بعطي لنفسي مساحه مشان اقدر ارجع انجز بدل ما اطلع على حالي انه انا فاشل مش قاعد اسوي شيء يلا من فيديو لفيديو طيب ما هي ضيعت نص ساعه كمان بضيع ساعه انا شو مني فايده انا حياتي كلها ما بنها فايده انا حياتي كلها خلينا نتفرج على هذا الفيديو هذا الفيديو هذا الفيديو. الفيديو شوف راحت علي ساعتين انا فاشل ما أنا عارف إني فاشل هذا الذي تقوله لنفسك بشكل او باخر انا ما عمري راح اصلح ما راح معي عمري راح معي يلا على الفيسبوك ف فالذي يقوله عندما ت... تكتب هذه الجداول هكذا تتعامل معها من القواعد الاساسيه للتعامل مع الاهداف والطموحات ان لا تجعل طموحات عاليه جدا لا يمكن الوصول اليها بل ابدا بخطوات خطوات يعني انت ما بتدرس ما بيزبط تدرس كل يوم شابتر كتاب يعني ما بيزبط ما يعني ما بيزبط بيزبط تقرا صفحه بيظبط بس انك تقول لحالك انا بدي اروح ادرس واروح ادرس واللي بقدر عليه وبعدين بترك عادي ومش ضروري يجي الامتحان وانا مخلص الماده لا مش ضروري لا والله مش ضروري نفسي اهم من الامتحان لو مجرد تربية لنفسي وتزكية لنفسي وتحسين لنفسي بلشت بدي احكي انا بدي ادرس كل يوم صفحة فبيوصل يوم الامتحان بكون درست عشر صفحات خلينا نفترض ان الامتحان يضل له عشر ايام والمادة هي عشرين محاضرة فبهذه الحسبة الأصل إنه أدرس كل يوم محاضرتين، أنا عارف إنه ما راح أدرس كل يوم محاضرتين، أنا عارف. عارف إنه ما راح أدرس كل يوم محاضرتين. ليش أهلك نفسي وأنا كل يوم بحكي لنفسي أنا فاشل، كل يوم علي أدرس محاضرتين مش راح أقدر أدرس محاضرتين. بيجي بكرة ما بدرس، بعد بكرة ما بدرس، صاروا 20 صفحة بثمان أيام. بعدين صاروا بسبع أيام، بعدين بقسمهم مرة ثانية بقول آه صاروا بدهم ثلاث محاضرات في اليوم، بلوم نفسي عليهم. إنه أنا آه ما راح أقدر أدرس ثلاث محاضرات في اليوم، أنا ما مني فائدة، أنا هامل، أنا كذا. بمر يوم ويوم وما درست شيء، بيصيروا أربع محاضرات في اليوم. طيب لو بلشنا البداية صفحة باليوم صفحة باليوم وصلت الامتحان درست عشر صفحات عشر صفحات أولا أفضل بكثير من الصفر اثنين أنت طلعت بي على الأقل بنوع من شعور بشيء من الإنجاز أنك أنجزت لما كان بدك تنجز بدل ما تشعر بأنك فعلا مضغوط فعلا مش قادر طبعا أنا بحكي, بحكي صفحة لأنها ستكون البداية بعد ذلك ستنجز لما بعده أنت بدك تصلي مش قادر تصلي انت قاطع للصلاة تارك للصلاة ترك الصلاة كبيرة من كذا مصيبة مشكلة طيب خلاص ببلش مع رمضان بدي ابلش بداية كاملة ما راح تبلش بداية كاملة بدي ابلش اصلي الصلوات مع النوافل مع قيام الليل مع كل شيء ما بيزبط، بلش من الان شو من الان الصلاة بتلحقها صليها راحت عليه صلاة الظهر صلاة العصر صلي العصر طب ما هي راحت الظهر ما انت اذا تعرف عارف نفسك اذا بتظل تفكر بهذه الطريقة ما راح تصلي راح يجي اخر اليوم في خمس صلوات هي إيه إيه شو مصليهن خمسة كثار اللي بعده بدك تبدا بدايه ثانيه راحت عليك صلاتين صار كثار بلاش اصليهم صلي بتلحق عليه ابدا من هناك اذا خطوات وابدا فيها من الاشياء المهمه انك تنوع قدر الامكان يعني احنا بنحكي انه شيء اساسي يكون في جدولك اليومي اللي هو مش ضروري يكون مكتوب كما قلنا يكون عندك شيء من الانجاز في المقابل يكون عندك شيء من الترويح ترويح يعني شيء شيء تنبسط فيه شيء شيء تسعد به ما في مشكله ولكن على الاقل لما تعمل وانت بتحكي لحالك انا اعطيتك فرصه اعطيتك شيء للترويح اعطيتك حصه رياضه سبحان الله طيب زي ما حكينا بنجزئ الاهداف قدر الامكان و... بالمناسبه واحد من اهم الاشياء اللي نقدر نعملها مع الضغط النفسي انك نطلب المساعده احيانا نطلب المساعده من حدا مختص احيانا نطلب المساعده من حدا قريب احيانا نطلب المساعده بس احرص إح... يعني لكن لكن احرص على ان تطلب المساعده من الشخص المناسب تمام يعني ما في داعي تطلب المساعده من زميلك ولا تطلب المساعده من زميلتك تمام انا بعرف انه الشباب والبنات اليومين هذول بيحبوا يعملوا دور الداعمين النفسيين مع, مع الجنس الاخر في حين هو صاحبه بيكون بده ينتحر ولا هو داري عنه لكن آه زميلته يا حرام مضغوطه مش عارفه تدرس فبيساعدها ويحط لها جدول وبيرتب اياها بصحيها صحيح على الفجر بعدين على الصلاه مش ضروري صحي على هاي وهي بتعمل نفس الشيء بتقول بدوني بعدين هو ممكن ينكسر نفسيا انا اللي حفظيته من انه ينتحر طبعا الشباب شاطرين انهم والبنات نفس الشيء بس شاطرين انهم يعيش البنات في دور انه انت منقذتي انت بدونك انا ما بعيش على اي حال زمالي بس زمالي بدون اي شيء فاحرص لانك لا انه تكون علاقات صحيحه لان هذه العلاقات ليس الان موطن تفصيلها لكن هذه العلاقات فيها ما فيها من المشاكل وكم وصلتنا على عيادات مشاكل مثل هيك. المهم مش هذا مكانها. طيب من الاشياء المهمه اللي لعلنا نحكي عنها في التعامل مع الضغوطات هي القبول مهم جدا القبول شو القبول يعني هذا احنا بنسميه في الدين القضاء الايمان بقضاء الله وقدره اللي هو اللي هو هذا قدر من الله سبحانه وتعالى علي ان اتقبله واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وارضى عن الله بذلك ارضى عن الله واتقبل انه هذا اللي حاصل بيحصل هاي دنيا هاي دار ابتلاء دار امتحان دار اختبار هاي مش جنه في لي محاضره على اليوتيوب اسمها اهلا بك على كوكب الارض هي سلسلة فواحدة منها كانت أهلا ليست جنة شيء من هذا بس هي كويسة أهلا بك على كوكب الأرض عشان نعرف نتعامل مع كوكب الأرض لا لأنه بعض الناس بفكر هي الدنيا جنة فطبيعي تكون مضغوط طول وقتك إذا أنت تتصور أنه ممكن توصل لدرجة الراحة الكاملة بدون ضغط بدون أي شيء راح طول وقتك تتحسر زي الواحد ساكن في بيت طول وقته بيتذمر انه بده بيت اوسع طب عيش في البيت اللي انت فيه انت الان فيه بدك تدبر حالك بدك تمشي واحد عنده سياره مش يعني ماشي امورها بس مش مش ولا مش اللي بده اياه ظل تذمر، وبعدين ف الاكسبتنس التقبل الرضا يجعلك تستمتع بما انت فيه ويجعلك لا تفكر بطريقه لا فائده منها يعني بالاخير تبقى تقول الضغط والبلد ما في منها فائده الجامعه ما مش ما في منها فائده كل شيء ما منه فائده وبعدين ويعني وبعدين ما فائدة هذا الكلام؟ لذلك فكرة التقبل تقبل ليس معناها رضا عن الخطأ إذا في خطأ بدك تعالجه لكن ابتداء هذا الوضع اللي أنا فيه بدك تعامل معه أحيانا حتى أنك ترضى عن نفسك أنك أنت بني آدم مش الرضا الكامل طبعا ما في أحد يرضى عن نفسه رضا كامل لكن أنا إنسان طبيعي أنضغط فما لازم أعاتب نفسي على إني مضغوط بعض الناس بيتضايق من حاله إنه أنا ليش مضغوط؟ ليش شو ليش مضغوط؟ ليش متضايق؟ ليش متضايق؟ لأنه في عندك ضغوطات تعامل معها بس طيب خلينا نروح على النقطة اللي بعدها اللي أنا بتساعد في هذا الموضوع كثيرا وهي أنه كيف أكون مناعة. امم عاد بدنا وقت للأسئلة، طيب خليني أمشي فيهم سريعا أنه أنه كيف أكون مناعة؟ امم هي أشياء في أشياء أساسية أولها أنه أنه في تغييرات حياتية بتفيدك جدا في تكوين المناعة النفسية على رأسها أنه أكون حازم، يكون عندي نوع من الحزم احنا بنسميه، الحزم، ايش يعني الحزم؟ يعني يعني أقدر أحكي لأ. أقدر أحكي لأ. في واجبات بتنحط على راسي وانا بنضغط منها لاني مش قادر احكي لا لازم احكي لا مش ضروري تكون عدواني مش ضروري تكون عنيف لكن تحكي لا لك موقف احيانا الضغوطات تاتيك لانه عندك انت موقف شرعي معين موقف فكري معين والناس ضدك مش قادر تحكي لا انا ما بروح على هون على هذا المكان لانه غلط خلص الناس بتصير تعرف هذا موقفك اللي انت بتتخذه الناس بدها تحترمه غصبا عنها ما احترمتها هم لكن انا الي موقفي هذه يخلصك من كثير من الضغوطات المتعلقة في العلاقات مع الناس لعلي أنشر مادة لاحقا على قناة التليجرام في موضوع الحزم لا والله نشرت مادة نشرت مادة قريبة منها فيها موضوع الحزم لكن هي المادة اللي هي عواقب الانشغال بالآخرين هذا اسمها اسم المادة على التليجرام صوتية صوتيات اسمها عواقب الانشغال بالآخرين لما تحكي عن الانشغال بالآخرين كيفية معالجته مهم جدا هذا بيخصك من كثير من الضغط تبع كلام الناس وتبع ضغط الناس وضغط العلاقات وهو مهم جدا من الأشياء المهمة للتغيرات خلينا نحكي الحياتية المهمة لتكوين مناعة نفسية إنه يكون عندك نوع من الإنشغال الحقيقي إنشغال حقيقي غير الإنشغال اللي بتنحط فيه إحنا كثير من الناس هو تعريفه لنفسه في الحياة هو إيش هو ما وضع فيه يعني أنا من واحنا صغار تعودنا على هذا التعريف السيء اللي هو انا مين؟ انا فلان الفلاني صف الصف, الصف السابع ولا نعرف نفسنا بمرحلتنا الدراسيه وبكره بس نتخرج بنصير نعرف نفسنا بمرحلتنا الدراسيه في الجامعه وبكره بس نتخرج بنصير نعرف انفسنا بحسب وظائفنا المهنيه بشتغل كذا وبشتغل كذا وبشتغل كذا انت انسان اوسع من هيك اكبر من هيك انت انسان لك تعريفات متعدده لك وظائف حياتيه مختلفه ليش تعريفك دائما بيكون بحسب مهنتك او بحسب دراستك حتى لو كان انسان انت في سياق غير 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 سياق الاكاديميا ماشي انا فاهم لما تكون في مؤتمر بتعرف نفسك انا دكتور فلان الفلاني بشتغل كذا عندي الابحاث الفلانيه لكن لما اروح اتعرف على واحد ليش احكي له انا دكتور فلان شو علاقه؟ ماشي احنا بنتعرف خلال التعرف راح يكون في اشياء كثيره لكن هاي واحده منها لكن انا انا اخ انا ابن انا زوج انا انا عندي تعريفات مختلفه على نفسي لي, لي نفسي ولذلك فكره انه يكون عندك حياه غير حياه الطالب خاصه هون مع الطلاب شيء مهم جدا يجعل عندك مناعة نفسية تجاه مجالات الحياة المختلفة لأنه أنت مش جانب معين إذا كان هذا الجانب مشكل فأنت سقطت بعض الناس بيقول لك حياتي الدراسة إذا صار شيء في الدراسة خلص خلصت حياتي راح مستقبلي شو مستقبلك دراسة مستقبلك طيب خلينا نحكي عن المناعة النفسية سريعا واحدة من الأشياء أيضا المناعة النفسية غير التغيرات الحياتية بل تعتبر من التغيرات الحياتية المحافظة على الصحة الجسدية وهي يعني بنعطي تعليمات بسيطة فيها اللي هي مثلا موضوع ترتيب النوم ترتيب النوم واعتقد عندي ماده برضو في موضوع كيف احنا بنسميه سليب هايجين كيف ترتب موضوع النوم تبعك لانه الضغط النفسي بيسبب مشاكل في النوم والنوم بيزيد الضغط مشاكل النوم سواء النوم زياده او النوم الناقص شيء اخر متعلق بالصحه الجسديه كن نشيط نشيط طب احنا الان في عنا لوك داون ومش قادرين نطلع في الشارع مش صحيح انت بتقدر تطلع بالشارع كلياتنا حتى يوم الجمعه اليوم بقدر أطلع. عفوا بقدر اطلع على باب البيت بقدر امشي بقدر اكون اكتف جوا البيت احنا جوا البيت احيانا بنكون كسلانين انا بدي اجيب كاست مي جا على بالي اشرب كاست مي ما بروح اشرب كاست المي بستنى على ما اقوم قومي وحدي لما اروح على الغداء على خير بروح بشرب كاست المي خليها قومي وحدي هذا كسل النشاط انه تمام يلا اروح اتحرك اجيب كاست مي اتحرك اخدم غيري ممكن اتحرك اعمل اي شيء النشاط داخل البيت حتى وطبعا يعني ما في داعي اشرح كثيرا في موضوع الاكل الصحي الاكل الصحي اللي على راسه شرب الماء بشكل بشكل كافي اكل الـ الـ البروتينات الالياف الكثيره البعد عن الكربوهيدرات البسيطه آه وهكذا من من الاشياء الاساسيه انه كيف يكون عندك منعه نفسيه احنا انا ممكن اسميها بال بالعاميه ارحم حالك ارحم حالك ولكن قد لكن فعليا اقصد ارحم نفسك بمعنى بمعنى حقيقي انه أحياناً أنا بعض بعض الناس في العيادة بحكي لهم هيك، بحكي لهم أنت لو تتعامل مع نفسك زي ما بتتعامل مع صاحبك، أمورك كثير كويسة. لو تتعامل مع نفسك زي ما بتتعامل مع مثلاً لو عندك أخ صغير ترحمه أو بتحب له الخير كيف راح تتعامل معه؟ رح تشد عليه زي ما بتشد على حالك هيك ولا رح تشد عليه برحمة؟ إحنا كثير من الأحيان بنسخط على حالنا نجلد أنفسنا بشكل غير نافع. ولذلك لما تتعامل مع انفسنا برحمه اولا راح اول شيء راح نقدر الاشياء الكويسه اللي بنعملها لانفسنا زي كيف لما تقدر حدا ثاني يعمل لك شيء جيد تحكي له شكرا الله يجزيك الخير الله يكرمك وتقدر هذا في نفسك لما تعمل خير تقدر هذا الخير في نفسك تحمد الله عز وجل الحمد لله اللي يسر لي هيك ولذلك احنا كثير من العبادات الاذكار اللي بعدها هي العبادات هو الحمد لله وانا واحد من التمرينات اللي بعطيها للناس في العياده انه خلال الاسبوع القادم كل شيء بتسويه كل شيء بتسويه احمد الله بعده. واقصد في ذلك انه تتذكر نعمة الله عليك في هذا انه انت بتعمل هيك انت بتصلي. انت بتساعد اهلك. انت عملت هيك عملت هيك. لانه مش شايف كل هاي الاشياء الكويسة اللي بيعملها في حياته. وما بيكافئ نفسه عليها. على الاقل ما ما بيشعر انه فعلها. هو فقط يركز على الاشياء اللي ضغطيته الاشياء السلبية اللي مش عاملها. طيب. من الاشياء اللي طبعا من, من ضمن اني ارحم نفسك. آه. انه احيانا اعطي نفسي بريك، فعلا بريك، زي ما حكيت لكم في موضوع الجدول اليومي، انا عندي شيء بدي اسويه، طب انا مش داعب اسوي شيء، خلص ما في مشكله، بريك، لكن هذا البريك احسبه، محسوب، اسمه بريك. والبريك هذا حاول تسوي فيه شيء ممتع، فيه نوع من الترويح، وتحكي لنفسك انا بعمله مشان اعطي نفسي فسحه، وبعدين راح ارجع اشتغل. اعمل شيء فيه، وهكذا. شوي شوي هو قدر الامكان لما يكون النشاط نفسه في نوع من الترويح ونوع من الانجاز هذا بيكون احسن شيء لكن احيانا بيكون في انشطه فيها نوع من الانجاز بدون ترويح بعض الانشطه بيكون فيها ترويح مع قليل الانجاز نوازن نوازن من الاشياء المهمه في ارحم حالك انك عن جد ترحم حالك خلينا نسميها تسامح حالك تسامح حالك هي مش سهله انت عملت شيء غلط او قصرت في شيء هو انت بدك تطلب المغفره من ربنا مش انت تسامح حالك لكن احيانا احنا بنستغفر ربنا وبنظل مش مسامحين حالنا وكأنه وكأنه هذا نوع من القنوط الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اذا المطلوب منك لما تقصر وتغلط ولا شيء تقوم انهض الامام الشافعي كان يقول سر الى الله بعرجتك يعني حتى المسير الى الله سبحانه وتعالى مش مطلوب فيه تكون يعني نبي لانه حتى الانبياء بالمناسبه عندهم 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 ممكن يغلطوا لكنهم بيرجعوا. عصمه الانبياء عصمه يعني في لها تفصيل، لكن فكره السير الى الله سبحانه وتعالى هو الاستقامه والسير والمحاوله. كل و... الامام ابن القيم يقول لابد من سنه الغفله ورقاد الهوى ولكن كن قليل النوم. لابد انك تغفل، لابد انك تقصر ولكن الفكره كيف تكون سريع في النهوض من هذا التقصير؟ تقوم تصحى. وتستفيد من التجربة الماضية وتمشي وتستغفر وتمشي فكرة أنه تقعد في دائرة اللوم ودائرة القنوط اللي هو آه أنا قصرت ما مني فائدة أنا بظل طول وقتي ب... 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 أذنب وأستغفر أذنب وأستغفر خلص زهقت ما هذه هي الطريق لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم ولا أتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم فإذا أنك تذنب وتستغفر وبتظل على هذه الدائرة وفعلا كل مرة بتتوب وتنوي أنك ما ترجع بس ترجع بعدين غصبا عنك هذا ممتاز لو ظليت هيك ليوم القيامة على هذا، هذا هيك ممتاز، هيك أنت ماشي على الصراط المستقيم، هذا هو السير على الصراط المستقيم، أنك لما تغلط ترجع. متى المشكلة؟ المشكلة أنه تغلط وترجع، تغلط ترجع، بعدين صرت تغلط 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 بعدين ترجع، تغلط تغلط بعدين تغلط، بعدين صرت تغلط تغلط تقول إن شاء الله خير، بعدين برجع رجع وحدة هيك قوية كبيرة بتوب توبة مرتبة وبرجع. ما في منه هذا. هذا كلام أحلام زمردة ولذلك تسامح نفسك وتمشي وتنجز تستغفر ربك وتمشي وتحاول 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 هذا المطلوب هذا المطلوب من الاشياء المهمه جدا للمناعه النفسيه انه يكون عندك اصلا احنا بنسميه سبورت سيستم شبكه مناعه شبكه علاقات ت ت تكون فيها نوع من الدعم صحبه صالحه لأنه الصحبه الصالحه هي اللي بتساعدك قدر الامكان اول باول لما على خير تكونوا اسركم كل واحد يكون عنده اسره يكون بيئه اسر صالحه حوله وهكذا هذا مهم جدا احيانا الواحد بيقدر يطلب المساعده من المختصين طبعا اطباء معالجين نفسيين وهكذا بحسب الحال خلينا انا انتقل مباشره لموضوع كيف ممكن اساعد نفسي هي شفتوا اللي حكينا عنهم سابقا تقريبا هم نفسهم لكن بشكل اساسي آم احنا بنسميها انك تكون موجود يعني انت لما تشوف حدا عنده مضغوط نوعا ما هو هو مش ضروري تضغطه برضه انه آه احكي شو مالك لا هي الفكره انك تفتح له الباب عشان هو يحكي احيانا حتى انت بتطرح له مشكلاتك بدون ما تثقله طبعا بس هيك مشكلاتك بصيغه فيها نوع من الايجابيه انه الحمد لله والله الواحد عنده كذا والحمد لله بدي امشي فيه هيك بدي امشي فيه هيك فانت بتفتح الباب له مشان يحكي تو بي ذا انك تكون موجود انك تكون متوفر لما بده يحكي تكون موجود ثم بعد ذلك اذا بتقدر تساعده انه يحدد فعليا الاشياء اللي حكيناها يحدد المشكله يغير شيء في حياته ممتاز هذه نصائح ممتازه إذا كان في صعوبة على هذا خلي حدا ثاني يساعده إذا إذا الأكسس بينك وبينه مش موجود. إذا قدرت تنصحه إنه يروح لمختص لأن الموضوع بده مختص فعليا فيروح على مختص وهكذا. وأهم شيء في مساعدة الآخرين، أهم شيء في مساعدة الآخرين إنك تساعد نفسك. لأنه بدون ما تساعد نفسك ما راح تقدر تساعد حدا، راح تكون ضغط على غيرك. إذا ما كنت فعلا بتساعد نفسك ابتداءً ما راح تقدر تساعد حدا. كثير من الناس بيحاولوا يساعد الاخرين فعليا يشكل ضغط عليهم وعبء لانه هو فعلا مضغوط. طيب انا كل هذا هذا اعتقد انه لازم يكون في اطار الغايه والهدف. احنا عندنا في الدين شيء اسمه مش في الدين هو الدين هيك. قال الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. احنا خلقنا في هذه الدنيا لنعبد الله سبحانه وتعالى. والهدف والغايه يجب ان تكون عندنا اراده الله والدار الاخره. وقتها بالنسبة لموضوع الضغوط، لما أعرف قدر الله، وأعرف قدر المخلوقات اللي من ضمنهم الناس، اللي من ضمنهم أنا، وأعرف قدر الآخرة التي أنا ذاهب إليها، وأعرف بمقارنتها قدر الدنيا، ستسهل سيكون تعاملي مع ضغوطات كثير أسهل، كثير موضوعي، كثير أريحي. إحنا عادة نعطي مثال لو أنت لو أنت طالع بسيارتك بدك تشتري طالع بالسيارة رايح تشتري من دكانه هيك بعيد عنكم ثلاثة أربعة. كيلومتر راح تشتري غلط وانت طالع هيك طالع حتى ممكن تكون طالع بالتريننج ولا طالع بثوب ولا شيء طالع هيك مستعجل تبنشر معك سياره في نص الطريق بي كد صح؟ انت تشعر انه شيء ثقيل جدا بعدين مشوارك كلياته المفروض ياخذ دقيقتين صار هسه بده ياخذ له ساعه زمن ولا نص ساعه زمن في حين تخيل معي انت بدك تسافر على العقبه وانت مسافر على العقبه بنشرت معك سياره على الطريق ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة ليش؟ لأنك كنت مسافر على العقبة أنت متوقع المعيقات الأصل أنك تأكدت من زيت السيارة من بنزين السيارة من هواء من هواء العجال ومستعد ومتأكد أنه معك سبير لأنك طالع ومستعد أنه إذا صار شيء أنا مستعد. لكن أحياناً الـ الـ الأهداف القريبة والغاية لما تكون قريبة بتخلي المعيقات الصغيرة كبيرة جداً كبيرة جداً وهذا اللي بنحكي فيه أنه الواحد لما يكون هدفه وغايته الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة المشكلات بتمشي بسهوله المشكلات بتمشي بسهوله ولذلك لما تيجي تتعامل مع ضغوطات ضغوطات لها قدرها هذه من الدنيا طب كيف لازم اتعامل معها؟ بتعامل معها باريحيه ما معناها اني اترك الضغوطات تمشي وتضغطني على كيفها لا بتعامل معها لكن بتعامل معها باريحيه طيب خلوني انا اوقف لهون واستقبل اسئله لانه الكلام يطول ولعله احيلكم الى مواد فيديوهات وصوتيات تفيدكم يعني قد اشرت الى شيء منها خلال كلامي لكن ان شاء الله اذا كان في شيء ثاني ممكن نحكي فيه. طيب فهسه يا جماعه اذا في حدا عنده سؤال اي حاجه في اي حتى ممكن نعلق عليه ونمشي انا مش حابب اطول عليكم كثير بس انا يعني ان شاء الله معي وقت شوي فاذا حدا عنده شيء بيصير. طيب وين التعليقات؟ طيب، آه بلشت التعليقات، البكير، طيب بلشت التعليقات الكير طيب انا مش عارف كيف مرتبين هم التعليقات هون فأنا راح أحط إنه الأحدث، فهو المفروض يجيب لي التعليقات أول بأول، مفروض فأنا المعذرة للتعليقات اللي كانت قديمة آه مش هي القصة كما قلنا إنه لما نفتح باب الأسئلة بنبدأ نستقبل عشان هيك فخلينا نبلش، بيحكي دكتور توفيق بيقول لي الله يفتح عليك ويبارك فيك ويرضى عنك يا شيخ ادم شيخ لحالك الله يكرمك توفيق الله يرضى عنك مشتاقين يا سيدي آه البث ان شاء الله راح ينحفظ الغالب راح أرفعه برضه على قناه اليوتيوب الصحبه الصالحه ثم الصحبه الصالحه صحيح دكتور كيف نوازن بين التخلص من الضغط النفسي الناتج عن التفكير بالمستقبل والتخوف من المستقبل وبين وضع الاهداف والتخطيط لها كما قلنا ذكرنا موضوع التخطيط أنا أرى التخطيط شيء مختلف تماما عن القلق بل التخطيط معاكس للقلق يعني إذا خططت عن جد هيكون القلق مختفي لأنه أنت لما تعطي التخطيط وقته أنا خططت سواء لسنوات أو لسنة أو لسنتين أو لعشرة حتى وضعت الخطة خلاص خبيتها حطيتها على جنب الآن بدي أنشغل باللحظة اللي أنا فيها كل ما أتتني أفكار القلق اللي هي أنشغل فيما طب شو بدي أسوي طب شو بدي أسوي بحكي لحالي إيش هذا القلق لا فائدة منه هيك لازم أرد على حالي لأن معالجة الأفكار مهمة جدا هنا أرد على نفسي بالتالي هذا القلق لا فائدة منه فأنا قد رددت على هذه هذه المشكلات أنا عالجتها سابقا